الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ كروز أطلق من اليمن وانفجر في منطقة مفتوحة شمال مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر. الجيش أكد في بيان عبر منصة إكس أن الصاروخ قادم من البحر الأحمر قائلاً إن الهدف كان تحت مراقبة سلاح الجو، ولم تقع إصابات أو أضرار فيما تم فتح تحقيق في الحادث. صحيفة يدعو تحررت العبرية قالت إن هذه أول مرة تطلق فيها جماعة الحوثي اليمنية صاروخ كروز، ويتمكن من اختراق أجواء إسرائيل والانفجار في شمال إيلات. الصحيفة أضافت أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر أطلق الحوثيون صواريخ باتجاه إيلات، لكن اعترضتها أنظمة الدفاع الإسرائيلية. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي إطلاقها صواريخ على أهداف في إيلات واستهدافها سفينة أمريكية في البحر الأحمر. ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، مطالبين بوقف الحرب على غزة في الوقت الذي يعيش فيه نحو 2,300,000 فلسطيني في أوضاع كارثية جراء الحرب التي لم تتوقف ليومنا هذا، وخلفت أكثر من 31,000 قتيل معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين.